اسمها عربي أصيل يحمل المميز من المعنى، مزجت فيه بين الجمال ورمزه الولاية، عزة وكرامة، وخيرها أيضا الدلالة. تربعت على عرش قلوب الكثيرين وحظيت بها خير المكانة. أميرة شام صبيحي ضيفة خاصة وفي حلقة خاصة وكلها براءة، حصريا على صحيفة التميز والإبداع صحيفة فانكات. مرحبا بك شامة معنا. شكرا. شامة، شنو تبغي تقولي للناس على راسك؟ عرفيهم شوية براسك. أولا شكرا على الاستضافة. مرحبا. ومرحبا بكم عندنا. مرحبا بك، شرف لينا تكوني معنا تحنايا اليوم. قولي اش كنتي يا سميتك، فين كتقراي؟ سميتني أميرة شامة، كنقرا في جروب أطلس سي أن. مزيان شامة. شامة، إلا قلنا لك تعاودي لينا شوية على البداية ديالك، شكون اللي شجعك، كيفاش تبديتي؟ لي كانت عندي سنتين كنت كنتفرج في الرسوم المتحركة، وأي رسوم كنتفرج فيهم كندير بحالهم. تتقلديهم. أنتي وليتي بحالك. مزيان. شامة، مؤخرا كنتي في التورناج ديال المسلسل الماضي لا يموت، اللي هو من الإخراج ديال السي هشام الجباري، ياك؟ وكيفاش جاتك، بغينا نقولوا كيفاش جاتك التجربة، كيفاش جاك العمل، عاودي لينا عليه شوية. التجربة كانت زوينة بزاف. عجبك الحال؟ شامة، مؤخرا كنتي في التورناج ديال المسلسل الماضي لا يموت، اللي هو من الإخراج ديال هشام الجباري، ياك؟ كيفاش جاك العمل، كيفاش كانت التجربة؟ كانت تجربة صغيرة وأنا بالنسبة لي كبيرة بزاف. مزيان. ومن قبل شاركتي بشي حاجة، مثلتي بشي حاجة؟ شنو؟ مثلت فيلم مع سعد، المخرج سعد الشرايبي. وكان مزيان، حتى هي كانت تجربة زوينة. وبها باش جاتك عاوتاني فكرة باش تكملي في هاد الدومين ديال التمثيل. مزيان. شامة، غادي نسولك في المسلسل نيت ديال الماضي لا يموت، مثلتي مع رشيد الوالي، شنو هي العلاقة اللي كانت تجمعك به؟ مثلت بنت رشيد الوالي. شنو كانت سميتك؟ كانت سميتي صوفيا. كانت شخصيتك هي صوفيا. مزيان. غنحيدو من التمثيل وغنمشيو لمجال الموديل، ومشاركتي في الدورة 8 ديال عرض ازياء مازاغم، وكانت اول تجربة بالنسبة لك. كيفاش جاتك التجربة، كيفاش حسيتي؟ كانت تجربة زوينة. وكنشكر بزاف لا فامي كزوز اللي عرفونا بالمصممة منى الازياء منى جلال، وهي اللي عطاتني هذه الفرصة. زيان. شامة، لا بغيت نسولك من غير الموديل ومن غير التمثيل، واش عندك شي هوايات اخرين، شنو تبغي تقولي لي؟ كنحفظ القران الكريم وامنياتي ونختمه ان شاء الله. ان شاء الله، الله يوفقك. يحفظك. يعني وشي هوايات اخرين من غير انك تحفظي؟ كندير ليكيتاسيون وكندير لا جيمناستيك. وفي مثلا فاش تكبري ان شاء الله، واش تبغي انك تكملي في شي مجال من هاد المجالات، ولا غير قرايتك انك تكتفي بقرايه ديالك وصافي؟ اكيد دراستي، حيت بها غادي نكمل المجال او مجالات، ابواب المجالات اخرين ان شاء الله. ان شاء الله، الله ييسر لك الامور. شامة، اخر حاجه، شنو تبغي تقولي لماماك وباباك والناس اللي كيتابعوك والعشراك على الانستغرام؟ شنو؟ كنشكر بزاف مي بارون و توت ما فامي، كنقول لهم كنبغيك والناس اللي كيبغيوني، وشكرا عشراك. عشرا على كل اليوم. شكرا بزاف. شكرا بزاف، وعواشر مبروكة علينا وعليك باش متونيتي ان شاء الله. وكانت هذه الحلقة الخاصة بالموديل والممثلة الصاعدة أميرة شامة صبيحي. تلقوا ان شاء الله في حلقة جديدة في برنامج لتميز أناس وحصريا على صحيفة الإبداع والمبدعين. إلى اللقاء.